الله الوطن الملك، احنا في ارض الحق والقانون، احنا في المغرب، احنا الحمد لله مغاربة، وتا مغرب تتجري في روحنا وفي دمنا. ما بغيناش واحد الصورة نمطية تبقى عندنا، هي الصورة نتاع ولد الفشوش. ما بغيناش باقي نسمعو هاد الكلمة هادي. احنا الحمد لله واثقين في القانون المغربي، كل مظلوم تيجيب ليه حقه. والله يا ربي ان شاء الله يرجع حق هاد العائلات هادو اللي تغدروا في ولادهم، ثلاثة العائلات مساكن اللي الرمش ما تيغفنش ليهم طبيعة الحال، حيث واحد المجرم سرق منهم احلى ما عندهم. واحد العائلة اللي ضربوا تمارة باش يكبروا هاد الولاد، باش يجعلوهم من احسن الرجال، ولكن جا واحد الغادر اللي سرقهم منهم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على التربية، كيفاش تربي ولدك، وكيفاش تجعله واحد الإنسان اللي يكون ساوي في المجتمع ديالو. هنا واحد العائلة على اليسار اللي بطبيعة الحال ربات واحد الولد اللي كاع الطلبات ديالو مستجابة، خلاه واحد الإنسان اللي متغطرس، ما تيعرف غير آرو وبغيت، ورحنا ولدي وراك في أي حاجة درتي. هو تيفكر عند راسو أنه ممكن يدير أي حاجة، وحتى شي حد ما يحاسبوش، حيت وراه واحد الوالدين اللي فاشلين، حيت فشلوا في التربية ديالو وجعلوه انسان متغطرس، وكذلك السلوك الإجرامية ديالو ما راقبوهاش. عافاكم الوالدين، نهار تشوفوا انحرافات في الشخصية نتاع اولادكم يكون عندهم ميول إجرامية، راقبوهم مزيان وعالجوهم قبل ما يكونوا مجرمين في المجتمع ويزهقوا ارواح ناس ابرياء ما داروا لهم حتى شي حاجة. كيف دار هذا المجرم هذا اللي بطبيعة الحال وراه واحد الوالدين اللي دائما تيعطيوه بلا ما يقولوا لا، ولا بلا ما يسولوه اشنو تدير بهذوك الفلوس. نهار تيركب في الطوموبيلات الغاليين، وبطبيعة الحال ساحب، نهار تصاحب مع واحد النفسية كذلك، واحد الاشخاص اللي عندهم نفسية مجرمة بحاله، هنا كونوا واحد العصابة إجرامية. كذلك في الكفة الثانية على اليمن، واحد العائلات اللي سهروا ليالي وما خلاو ما داروا باش يربيو وليداتهم احسن تربية، يكونوا رجال صالحين للمجتمع، وكذلك يكونوا وليدات نتاع الحلال اللي ردوا عليهم الله يعمرها دار، والوالدين عرفوا يربيو، ماشي بحال طبيعة الحال الولاد اللي تيديو وتيجيبوا النعلة لوالديهم بحال اللي دار هاد الولد هذا. هنا هذوك الاولاد مساكن اللي كانوا دائما تيطمحوا انهم يكون عندهم مستقبل احسن، وانهم يوصلوا بمجهودهم وبتربيه والديهم، التربيه الحسنه اللي فيها تربيه الحمد لله اسلاميه، فيها تربيه القيم، فيها تربيه التسامح، فيها تربيه كيفاش تحترم الاخر وكيفاش تعامل في المجتمع ديالك وتكون انك صالح. هنا الفرق شاسع وكبير بزاف بيناتهم، حيث هنا واحد الأسرة اللي تتبني نفسية جيدة وتتبني وليدات صالحين للمجتمع ديالهم ونفوسهم، غنعاودها لكم. وهنا واحد الوالدين اللي تيربيو اش غنقول لكم، افشل الولاد، افشل الولاد. عافاكم اللي ما عرفش يربي وليداتو بلا ما يولدهم، حيت راك تنتج ماشي غير نفسك انت يا واحد الولاد، راه كذلك المجتمع. وحنا الحمد لله كمجتمع مغربي تنبغيو القدوة اللي تشرفنا كحنا والدين، وكذلك حول العالم. واي مغربي تيدير شي انجاز راه تيشرفنا، اسمحوا لي، تيشرفنا كاملين كمغاربة، والحمد لله ما اكثرهم. والله يحفظهم لروسهم يا ربي ولوالديهم. هنا هاد المجرم هذا اللي نفسيته بطبيعة الحال متغطرسة، واش الولاد مساكن او هادوك الشبان الله يرحمهم وعزائي حال والديهم اللي ماتوا بهذيك الحادثة اللي قال لك هو ان حادثة بطبيعة الحال بالطوموبيلات، قال لك اللي ضربهم وبطبيعة الحال مشات يطبعوا حطوا وجاب شهادة فيها 60 يوم، وحتى هو دار راسه انه متضرر. احنا تنسولو علاش ما تسحبتش منه الرخصة نتاع السياقة ديالو، علاش ما خدش واحد العقاب اللي كو كان خد هذاك العقاب على هذوك جوج شبان اللي مساكن تقتلوا ما دايرين والو، حيت غير هذيك الليلة تلاقى معاهم هذا المتغطرس ولد الفشوش وهاد المجرم بالفطرة وهاد شكل عصابي. واش هاد القاتل هذا تيستهدف الولاد الصالحين للمجتمع؟ واش تيستهدف الولاد الناجحين في حياتهم؟ واش تيستهدف الولاد المثقفين اللي غادي يكونوا شي حاجه؟ حيت كيف عرفتوا ان الشبان الاولين اللي ماتوا في 2018 الله يرحمهم يا ربي، اللي ماتوا متغادره، ان واحد فيهم
كان إطار في جريدة كبيرة، وكان غيكون مسكين طبيب بطبيعة الحال. هذا واحد الحاجة اللي كانت غتفيد المغرب. والآخر عاود مسكين كذلك اللي كان غيخدم في السلك نتاع الشرطة ودوز الامتحان، وكان واحد المستقبل زاهر بالنسبة لهم. واش هاد الفاشل تيستهدف بحال هاد الأولاد الناجحين؟ حيت هو بطبيعة الحال فاش تيجلس مع راسو راه تيعرف نفسه أنه فاشل، أنه ما دار حتى شي حاجة في حياته، مجرد واحد المجرم، واحد اللي بطبيعة الحال تيصرف بفلوس والديه. أشنو المستقبل عنده؟ أشنو دار راسو؟ ما متقفش، ما حتى شي حاجة. يعني هو تيستهدف الأولاد الناجحين. أجيو نقولوا حادثة الأولى، واخا راه خص هذا الموضوع نفتشو فيه مزيان ونعرفوا الأسرار ديالو ونعرفوا هذوك الليلة كيفاش توفاو هاد الشبان هادو اللي قدامكم، واش بحادثة تسير ولا حتى الله أعلمهم بين قوسين حتى تقتلوا عاد باش ترى ليهم أنه حادثة تسير. كيف تيدير في الجريمة الثانية؟ عاوتاني الجريمة الثانية اللي بدر مسكين، واحد العائلة اللي ضربت عليه تمارة وما خلات ما دارت على ولدها باش توصلو. بطبيعة الحال راه ما تينوضش أي واحد ويوصل بلا ما يكون أنه رباه والديه واحد التربية حسنة وصرفوا عليه لهذا المستوى ما شاء الله نتاع الثقافة اللي وصل ليه. مهندس بدر اللي حتى هو تقتل على يد هاد المجرمين أو هاد المجرم المتغطرس. واحد الليله مسكين اللي مشى غيتعشى هو وصحابه، ما كانش في علمه انه مسكين هذيك الليله ما تلاش غيشوف دارهم، ولا كذلك غيوصل لاحلامه والمستقبل ديالو غيقضي عليه واحد الفاشل. واش هذا هاد المتغطرس اللي مريض نفسيا؟ ماشي مريض انه حمق، لا، مريض بالغطرسه، جنون العظمه، حتى شي حد ما يوقف في طريقي وما نبغي حتى شي حد يكون احسن مني. حيت بطبيعه الحال فاش تيشوف هاد الشبان اللي ما شاء الله تيبان عليهم انهم ولاد الناس وانهم متربيين وانهم على اخلاق، حيت يقعد تيراقب عليه ما كانش هو مراقب الشاب بدر، وكذلك الاخرين ما عرفناش كيفاش كانت كيفاش كانت هاد المجريات نتاع الحادثه نتاعهم، واش قابلهم في شي بلاصه، واش شافهم في شي مطعم هما جالسين، الله اعلم حتى قتلهم. واش هاد الفاشل القاتل المتسلسل بالنسبه لي انا، حيت مادام امتى تيولي قاتل متسلسل؟ فاش تيقتل كتر من جوج الناس، وهذا راه قاتل متسلسل بالفطره. انت يا الام اللي تتبكي على ولدك وقلتي ان ولدك حمق، بصح ما فرصناش ان ولدك حمق، انتي توجهتي بهذا الولد وتوحمتي به وبقى فيك ولدك اللي قتل جوج شبان وعاش الحياة ديالو من 2018 حتى 23 وما تعاقبش حتى نهار، وعاش حياته كما بغى هو، وانتي فرحانة بولدك مع انه قاتل جوج الارواح ياك. وفي الاخر فاش قتل البدر كذلك تتقولي عليه انه حمق. هذا حمق، واش الحمق عباد الله اخوتي المغاربه؟ راه بغينا له اقصى عقاب باش ياخذوا هاد العائلات الحق ديالهم وحتى هو ياخذ العقاب ديالو. واش الحمق تيقتل وتيتسل من الجريمه اللي دار؟ كيف دار في الجريمه الاولى ودار راسو انه حتى هو مصاب وما مشاش وخاض شهاده فيها 60 يوم، والجريمه الاخرى تاع 2023 اللي دار في الشاب بدر مسكين اللي ضربه وداز عليه بالطوموبيل جوج مرات، وكذلك تسرقوا الهواتف نتاع الدراري اللي كانوا معاه حتى الهاتف ديالو هو. قولوا لي واش الحمق يقدر يتسلم الجريمه اللي دار ويقدر يهرب ويقدر يعيش حياته طبيعيه؟ امتى تيكون حمق؟ نهار تيدير شي جريمه. اما في الايامات العاديه تيعرف يسوق الطوموبيل، تيعرف يصرف الفلوس، تيعرف يعيش حياته كما هي، ولكن فاش يدير الجريمه يقتل ولاد الناس اللي ضاربين عليهم تماره، اش غادي يعوض هاد العائلات؟ راه هذا ما خطفش غير هاد الشباب هادو، راه خطف الحياه من الاسر ديالهم، قتل حتى الوالدين ديالهم، قتل حتى الخوت ديالهم، حيت هنا كانوا تيضربوا تماره باش يشوفوا ولادهم في اعلى مراتب وباش يشوفوهم مساكن واصلين الاهداف ديالهم ويشوفوا وليداتهم ويشوفوهم عايشين، حيت الوالدين ما كاين ما يصعب انهم يفقدوا الوليدات ديالهم وهما في الحياه، ويجري بحال هذا المتغطرس المريض بالغطرسه ومريض انه حتى شي حاجه ما يمكن توقف في طريقه، ويجي وتقول لنا الام ديالو راه ولدي حمق، ولدك ما حمقش، ولدك تيتحامق باش يدير الجرائم ديالو ويتسل. وهاد الاوراق نتاع الحماق اللي عند ولدك
بصح خصهم تحقيقات، وخص هاد الجرائم تحقق فيهم مزيان. وغادي نقول لكم حاجة واحدة اللي انا شفت في هاد المجرم هذا من خلال الصورة ديالو ومن خلال الفيديوهات اللي تكلموا عليهم بزاف نتاع اليوتيوبات، انه واحد المجرم نفسيته مريضة، ما تيبغيش الولاد اللي تيكونوا ناجحين واللي احسن منه. وبطبيعة الحال راه باينين تبارك الله هاد الوليدات الله يرحمهم يا ربي كيفاش كانوا تيبانوا ولاد الناس. وهاد المجرم هو العصابة ديالو، هذه عصابة إجرامية، عصابة كبيرة، عصابة تنشط في قتل الأبرياء، حيث لا حول ولا قوة إلا بالله. أن واحد الأسر اللي مساكن تربي أحسن تربية وتخرج وليدات أحسن قيم، وفي الآخر يجي واحد المتغطرس اللي ما ساوي حتى شي حاجة، فاشل في الحياة ديالو. بطبيعة الحال هذا الفاشل فاش يجلس مع راسه راه تيعرف راسه أنه فاشل، هو عنده غير الفلوس نتاع والديه ولا حول.